ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عبد الله فراج، مدير التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. أرحب بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل متابعين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية أستاذ عبد الله، لماذا عاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الصعود بنسبة اقتربت من 1% بنهاية التعاملات؟ الحقيقة خلينا نقول إن الـ EGX 30 في البداية كان نظرة كبيرة عليه، ان احنا بنبص ان احنا الاي جي اكس 30 متوقع ان هو يوصل لمنطقه المقاومه الاساسيه بتاعته عند منطقه 25000. فبنعتبر اي هبوط يحصل مهما كان كبير او صغير بيعتبر في تحت مظله التصحيح والعوده للصعود مره ثانيه. وده اللي حصل بالمناسبه في جلسه يوم الثلاث اللي فات 31/10، شفنا هبوط بنسبه وصلت بينا 3.78%، وبعد كده شفنا ارتداده لاعلى بعد جلسه حياديه جلسه الامس. النهارده شفنا الارتفاع. نقدر نقول في النهايه ان دي كل ده تحت بند التصحيح. التصحيح ممكن نشوف فيه حركات تذبذب، لكن في النهايه نقدر نقول المحصله النهائيه بتكون صعود ان شاء الله باذن الله، طالما ان احنا تحت ال 24800 بنقول مجازا منطقه ال 25000. ده مش كده وبس، ده كمان ممكن نتخطى ال 25000 وممكن نوصل لارقام تانية. نقدر نقول ممكن نوصل بينا لحد 29000. احنا هنا بنتكلم على المدى المتوسط والمدى الطويل، فبالتالي الارقام دي طول ما هي الاي جي اكس 30 ما بداش يوصل لها بالفعل، فاي حركه هبوط قبل ما يوصل لها بنبص لها على اساس ان هي حركه تصحيح لتحت. ده بالنسبه لمؤشر الاي جي اكس 30 اللي شفناه ارتد من القاع بتاعه اللي كونه لنا امبارح عند منطقه ال 22000 و200. منطقه ال 22200 بنعتبرها دعم في الوقت الحالي طالما الاي جي اكس 30 ارتد من عندها النهارده، وشفنا حاله من الرواج وشفنا بعض الاسهم ارتفعت وبقوه حتى داخل الاسهم الاي جي اكس 30. نعم، لكن خلينا نقول على حاجه مهمه جدا. اتفضل. الحاجه المهمه اللي احنا عايزين نتكلم عليها هي الانتقائيه. الانتقائيه هي المسيطره على حركه التداول. النهارده مش كل الاسهم لو بنتكلم على اسهم الاي جي اكس 30 مش كل الاسهم بتصعد بشكل جماعي، ومش كلها برضه بتهبط بهبوط جماعي. بيحصل انتقائيه حتى كمان اثناء الهبوط، واحنا وبنصعد كنا بنشوف اسهم كانت بتصعد وبقوه وباقي الاسهم كانت تقريبا يا ثابته يا بتنزل. الاسهم اللي كانت يا ثابته يا بتنزل هي اللي شفناها بتصعد خلال الايام اللي فاتت وصعدت وبقوه، والاسهم اللي كانت بتصعد قبل كده هي اللي بدات تصحح. وده امر منطقي، امر طبيعي. بنعود مره ثانيه للانتقائيه. شفنا النهارده بعض الاسهم استمرت عمليات دني الارباح التصحيحي ما بين قوسين، وشفنا بعض الاسهم الثانيه صعدت وبقوه داخل اسهم الاي جي اكس 30 نفسها. عشان كده بنقول الانتقائيه هي المسيطره، سواء كنا في الصعود او سواء حتى كنا في الحركه التصحيحيه زي اللي احنا شفناها خلال الايام اللي فاتت. نعم، ايضا باعتقاد حضرتك، هل الطريق اصبح ممهدا حاليا لتجاوز مؤشر بورصه مصر الرئيسي مستوى 24000 نقطه؟ مؤهل طبعا، طبعا مؤهل، مدعوم. خلينا نتكلم لو بنتكلم على المدى الطويل هنا بقى. عشان خاطر نبدا نوضح الصوره، المدى المتوسط والطويل. ال 24800 لو اخترقناها وارتكزنا عليها هنستمر في الصعود كمان. هنا واجب علينا ان نتكلم على الاي جي اكس 30 مقاوم بالدولار. بالاي جي اكس 30 مقاوم بالدولار على المدى المتوسط نقدر نقول، طبعا هنا الارقام بتختلف شويه لان احنا هنا بنتكلم مقاوم بالدولار. يعني ايه مقاوم بالدولار في البدايه؟ احنا هنا بنتكلم على مؤشر الاي جي اكس 30. لو ضربنا او قسمنا قيمه المؤشر اي جي اكس 30 العاديه على سعر الدولار الرسمي هيطلع لنا قيمه الاي جي اكس 30 المقاوم بالدولار. طيب اللي احنا عايزين نقوله ان الاي جي اكس 30 مقاوم بالدولار على المدى المتوسط عنده منطقه مقاومه زي 764، وهو بالمناسبه قافل 723 بعد عمليه جني الارباح. لو اخترق ال 764 دي المقاومه الاساسيه بتاعته بتاعت المدى المتوسط، متوقع ان احنا نشوف نسبه ارتفاع بعد، وانا باكد بعد اختراق ال 764. يعني بنقدر نقول دي تعتبر مسافه كبيره كمان. نعم. هنشوف نسبه صعود ثانيه 25%. فاحنا هنا بنتكلم على نسب صعود كبيره جدا. لو رجعنا بيها لمؤشر اي جي اكس 30 مقوم بالجنيه، احنا هنا بنتكلم على ارقام توصل بينا لل 30000
او منطقه ال 28700، نقدر نقول المنطقه دي هتكون هي المنطقه المقاومه بالنسبه لنا. فالاي جي اكس 30 قدامه فرصه كبيره جدا للصعود، وما بين قوسين الانتقائيه زي ما اتفقنا ما بين الاسهم، والانتقائيه دي على فكره حاجه ممتازه جدا بالنسبه للمتداول. النهارده المتداول لما بيبيع سهم ارتفع معاه وبقوه وعايز يجني ارباح، مش عايز يحتفظ بالجنيه تخوفا ان يحصل انخفاض للجنيه في اي وقت. طيب ساعتها هيعمل ايه؟ يبدا يروح للاسهم اللي ما صعدتش ويبدا ياخد دوره الصعود فيها، وهو ده تقريبا اللي بيحصل ما بين الاسهم القياديه اللي صعدت في البدايه والاسهم اللي ما صعدتش، هي اللي بتاخد الدور، بيجي الدور عليها وتشوف موجة صعود وهلم جرى تبديل تبادل وانتقائيه ما بين الاسهم دي. نعم، ده بالنسبه للمؤشر الرئيسي او الثلاثين. هاخد حضرتك استاذ عبد الله والمشاهدين لتحليل المؤشر السبعيني بسوق مصر الذي اوقف الخسائر اليوم وقفز بنحو 2.5%. ما تحليلك ايضا؟ خلينا بس نتكلم اول حاجه، لو هنتكلم على مؤشر اي جي اكس 70، مؤشر اي جي اكس 70 خلينا نتكلم ونقول انه ارتفع من اقل نقطه وصلها، اقل نقطه دي كانت عند 3519، بعدها ارتفع على مدار 16 جلسه بدون اي تصحيح، ودي هنا بنتكلم 16 جلسه، دي مسافه كبيره جدا، 16 جلسه باللون الاخضر، ما فيش ولا جلسه حمراء، ما فيش اي انخفاض. فمن الطبيعي، طبيعي جدا ان يشوف حركه تصحيح لاسفل، هي دي اللي حصل بالفعل خلال اليومين اللي فاتوا، نقدر نقول جلسه يوم الثلاث وجلسه يوم الاربع امبارح، هم دول اللي احنا شفنا فيهم الهبوط، فبالتالي تعتبر هبوط منطقي جدا. المشكله ان المستثمر او المضارب اتعود ان هو نسي خالص ان ممكن الاسواق تقوم بعمليه تصحيح او جني ارباح صحيح. وعلى فكره ده صحي جدا، الجني الارباح ده بيكون صحي بعد كل صعود بياتي جني ارباح، صحيح طبيعي. طبعا زي ما حضرتك ما بتقولي صعود قوي، طبعا دي بالمناسبه دي علامه ايجابيه ان السوق بيفضل يطلع وبقوه، معنى ده نفسيا ان المستثمر عنده شهيه للاستثمار، او عنده نقدر نقول برضه في التفاؤل او الحاله الايجابيه هي المسيطره على المتعاملين، وده واضح من 16 جلسه صعود، يعني بنتكلم تقريبا على اكثر من 3 أسابيع صعود مباشر بدون اي هبوط، شفنا فيهم جلستين تصحيح. اللي حصل عدنا للصعود مره ثانيه، الاي جي اكس 70 رد علينا بصعود النهارده 2.49%، كنسبه صعود طبعا دي نسبه صعود جيده. ما ننساش احنا صعدنا من القاع اللي كوناه امبارح، جلسه امبارح كنا عاملين قاع عند المنطقه تحديدا، كنا عاملينها عند ال 4255، شفنا ارتفاع من ال 4255 لحد اعلى سعر اللي هو اصلا قفلنا عليه النهارده تقريبا 4.25%، طبعا بنسبه صعود كبيره تقريبا عوضنا كل الخسائر اللي خسرناها خلال اليومين اللي فاتوا. ده مش كده وبس، ده احنا كمان بنقرب من القمه بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده في جلسه يوم 30/10 يوم الاثنين، القمه دي كانت عند منطقه ال 4455، متوقع كمان ان احنا نخترقها لاعلى. وهنا نرجع نفكر بعد بالانتقائيه، نقدر نقول المؤشر اي جي اكس 70 الانتقائيه فيه مفروضه علينا، اسهم او مؤشر فيه 70 سهم، فالانتقائيه حتى اثناء الصعود اثناء الصعود 16 جلسه متتاليه كان جواهم برضو انتقائيه. أكيد. نقدر نقول اسهم بتصعد وبقوه، بتاخد فتره استراحه تصحيحيه لاسهم اخرى بتمسك الرايه. صحيح صحيح، بالتناوب. بعتقد حضرتك ايضا استاذ عبد الله، لماذا تتزايد رغبه المستثمرين العرب في اقتناص الاسهم المصريه؟ في البدايه طبعا نقدر نقول انخفاض قيمتها بالرغم من الارتفاع القوي ده، بالرغم من الارتفاع القوي ده ما زالت الاسهم المصريه تعتبر اقل من قيمتها. ليه بنقول اقل من قيمتها؟ مع ان في اسهم بتعمل قمم تاريخيه جديده، ازاي تقول انها اقل من قيمتها؟ هي الحقيقه اقل من قيمتها في مقابل الجنيه، نقدر نقول مقابل الدولار، يعني المستثمر العربي لما بيجي بيحول العمله بتاعته بيحولها للجنيه بتعمل معاه مبلغ كويس او مبلغ كبير اكبر من قبل كده، بيلاقي الاسهم بعد ما كان مثلا على سبيل المثال بيشتري 10 اسهم النهارده بنفس المبلغ اللي كان بيحوله زمان، بيلاقي نفسه بيشتري 20 سهم بنفس بالاسعار التاريخيه الجديده، فبالتالي بيعتبر جاذب جدا للاستثمار بالنسبه له، لانه بيشتري كميه اكبر وفي نفس الوقت متوقع الاستثمار في الصعود.
ده سبب الشهية المفتوحة عند المستثمرين العرب. طبعا ناهيكم عن ان الشركات المصرية في اسهم بالفعل هي جيدة ومنتجة، يعني نقدر نقول في اسهم بالفعل ميزانيتها وقوائمها المالية، لو بنتكلم عن الناحية المالية هي فعلا جيدة ونقدر نقول ماليا كويسة، وكمان كتحليل فني وده اللي يخصنا احنا، هي بالفعل برضه تعتبر مستمرة في الصعود وكمان متوقعين لاستمرار الصعود. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية أبدأ مع حضرتك المشاهدين من بورصة أبو ظبي والتي ارتفعت في الجلسة الرابعة على التوالي، ما تحليلك أيضا لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ الحقيقة هو مؤشر أبو ظبي متوقع كمان إن هو يستمر في الصعود. المؤشر أبو ظبي لما نيجي نتكلم عليه لأنه هو راح اختبر منطقة الدعم بتاعته 9335 وقرب جدا ما وصلهاش، بس قرب من 9150 وما وصلهاش وارتد من عندها. في المحصلة النهائية في الوقت الحالي نعتبر أي انخفاض في مؤشر أبو ظبي هو بيعتبر فترة تصحيح والعودة للصعود مرة تانية، وفترة التصحيح دي بتكون بالنسبة للمستثمر اللي ما دخلش بيبدأ تكون فرصة بالنسبة له إنه يبدأ يدخل بالأخص عند مناطق الدعوم والعودة للصعود مرة تانية. عندنا مستهدفات صعود ممكن نتكلم عليها، هيكون عندنا أول مستهدف صعود هو عبارة عن 9600، ده مستهدف صعود أول وهو عبارة عن منطقة مقاومة، ومستهدف ثاني هو برضه عبارة عن منطقة مقاومة 9770، ودي مسافات بعيده احنا بنتكلم عليها مش قريبه، احنا بنتكلم على بنسبه صعود اجماليه حوالي 3% كمؤشر، معنى كده ان جوه المؤشر في اسهم هتصعد بنسب صعود اكبر من كده بكتير. نعم، ده بالنسبه لسوق ابو ظبي، وبالنسبه لمؤشر سوق دبي الذي ربح اكثر من 20 نقطه اليوم، ما تحلق ايضا لادائه؟ بالظبط يا فندم، بالنسبه لمؤشر دبي برضه متوقع ان هو يستمر في الصعود ومسافات كبيره الحقيقه. نقدر في البدايه نقول ان اختراق منطقه المقاومه 3865 دي كانت بالنسبه له علامه ايجابيه، عشان كده استمرنا فوق الصعود صعود، ده مش كده وبس، ده كمان متوقع ان هو يستمر في الصعود. هيكون عندنا منطقه المقاومه الاساسيه بالنسبه له، احنا هنا قبل ما نتكلم عايزين نقول ان احنا قافلين عند 3913، احنا بنتكلم على المنطقه المتوقع يوصل لها عند ال 4100، ودي منطقه مقاومه قويه، لو اخترقناها بالفعل برضه هنستمر فوق الصعود صعود ونستمر لحد ال 4200، تخطيناها نتكلم بعد كده على المقاومه اللي بعدها ال 4320. طب ماذا لو انخفض مؤشر دبي؟ ساعتها هيكون عندنا منطقه دعم 3865 اللي احنا اخترقناها في الجلسات اللي فاتت، وكمان عندنا الدعم اللي بعده عند 3730 وده بعيد نسبيا، لكن في المجمل المحصله النهائيه نقدر نقول ان المؤشر دبي عنده الفرصه ان هو يمتد في الصعود لمناطق جديده برضه نبدا نتكلم عليها. هو في النهايه الحاله الايجابيه هي المسيطره على مؤشرات دوله الامارات بما فيهم طبعا سوق دبي او سوق ابو ظبي. نعم، ايضا تابعنا امس قرار الفيدرالي الامريكي بتثبيت الفائده الامريكيه، عقبه تثبيت ايضا ببنوك خليجيه، كيف يؤثر تثبيت الفائده على اسواق الخليج التي تتاثر عاده بالاسواق العالميه؟ بالظبط يا فندم، هو بالنسبه لسعر الفائده لما يجي نتكلم عليه هو بيكون حساس جدا لسعر الفائده، لانه بيأثر تاثير مباشر على البورصه، كل ما بيتم رفع الفائده ده بيكون له تاثير سلبي على اداء البورصه. في المقابل الناحيه الثانيه التثبيت او تخفيض سعر الفايده بيكون له تاثير ايجابي، لان دايما المستثمر لما يجي يبص بيحسبها، انا انهي استثمار بالنسبه لي افضل، احط فلوسي في البنك صحيح. ولا بيبص للعائد الاكبر؟ صحيح، للعائد الاكبر بالظبط، فبالتالي ده بيدي فرصه اللي بيكون العائد الاكبر هو للاسواق المال، فبالتالي ان هو لما يجي يحصل تثبيت لاسعار الفايده ده بيكون بالنسبه له بيكون الاسواق المال بتكون هي اللي فيها الفرصه الاكبر والنمو الاكبر خلال الفتره اللي جايه، فعشان كده تاثيره مهم جدا، واي تثبيت لسعر الفايده هو بيعتبر ايجابي بالاخص لاسواق المال في دوله الخليج. الموضوع يختلف عندنا شويه في مصر الحقيقه. احنا عندنا في مصر تثبيت سعر الفايده، احنا عندنا التضخم عالي جدا، فبالتالي مهما تزود او مهما ترفع في سعر الفايده طالما ما وصلش لنسبه التضخم اللي هي تقريبا عند منطقه ال 38%، واحنا مش هنقدر نرفع سعر الفايده ان احنا نوصل بيه ل 38%، وساعتها نبقى وصلنا لمرحله التعادل، يعني لسه كمان عايزين نرفع تاني عشان نبدا نخفض من التضخم او ناثر على التضخم.
فبالتالي اي تخفيض حتى بالنسبه لنا هنا او اي ارتفاع مش هيكون حاسين بيه او مش هيكون ملموس. مش هيكون ملموس خالص بالنسبه للمواطن العادي او حتى للمستثمر. فبالتالي حتى نتوقع انه يكون يفضل او نتوقع انه هو يكون تثبيت، وده بالمناسبه معظم المحللين الماليين بيتوقعوا التثبيت بنسبه كبيره، وهي طبعا هي كلها عباره عن توقعات ايه اللي ممكن يحصل، لكن الغالبيه العظمى بيتوقعوا او بنتوقع التثبيت خلال الفتره اللي جايه، لان الواقع سعر الفايده مش هيكون مؤثر، فبالتالي نقدر نقول مش هنستفيد من رفع سعر الفايده. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ عبد الله فراج مدير قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية لمشاركته معنا اليوم.